يعز عليا ان انا اقف في الموقف دوت، يعني نرسي الكابتن ايهاب جلال اللي كان بالنسبه لي انا مش مجرد مدير فني في النادي الاسماعيلي، هو بالنسبه لي اخ وصديق والاخ الاصغر ليا يعني، وهي دي العلاقه اللي بيننا اللي يعني بدات في 2005 يعني، خد بالك، ودي مش اول مره الكابتن ايهاب جلال احنا نشتغل مع بعض. سلوكه وادارته وعلاقته باللعيبه طبعا مساله لا توصف. انا كل اللاعبين اللي لعبوا مع الكابتن ايهاب او دربهم الكابتن ايهاب جلال يقدروا يعني يردوا على النقطه ديت، يعني بصراحه هو كان بالنسبه لهم مش مجرد مدرب، هو كان اخ اكبر ليهم وكان اب ليهم، فكان حريص على ان هم ينجحوا وان النجاح دوت يبقى ليهم على المستوى الشخصي وللنادي على المستوى العام، لان نجاح اللاعبين ونجاح الجهاز الفني هو نجاح للفريق. هو دلوقتي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فانا مش هقدر ازيف كلام ايهاب من الناس اللي انا ما شفتوش في حياتي عمل حاجه غلط، بجد من الناس القليله جدا في حياتي اللي ما شفتوش عمل حاجه غلط، من ايام ما كان معايا في المدرسه ومعايا في فريق كوره ومعايا في المنتخب حتى بعد ما خلص. طول عمره يتعرض للضغوطات زي كل الناس احنا، بس ايهاب من وقت كتوم ويمكن هو ده اللي اثر فيه قوي. كان بيمثل قيمه كبيره في التدريب المصري، بيمثل قيمه كبيره في السلوك، في السلوك برضه ده مهم جدا جدا لاي مدير فني، وكان راجل دائما بيجمع بين السلوك والفنيات، فربنا يرحمه رحمه واسعه. هو انسان محترم على خلق، انا عاشرته كلاعب وكاسره وكمدرب، انسان خلوق جدا جدا، ما بيخطئش في حد، مركز في شغله. انما هي دي حال الدنيا، هي صدمه كبيره جدا جدا ليا كحمزه وللوسط الرياضي والمصري. ايهاب من حاجه جميله، اقدر اقول حاجه جميله يعني، حتى هو كان هاجي بطبعه، هاجي جدا جدا، لا بيفتعل مشاكل ولا عمره كان ليه طلبات ايام ما كان لعيب. كابتن ايهاب بنادم غير عادي يعني، وبنادم غير عادي انا بقولها لان العشرة اللي بيني وبينه كانت عشرة طويلة، وما كنتش يعني أنا بقول ما كنتش نفسي أقف الوقفة ديت، لكن أنا عشان بس خاطر الناس أنا بعزي نفسي وبعزي كل الرياضيين وبعزي كل وأهله وكل الناس. كابتن إيهاب كان بنادم ما يكررش كتير. هو طبعا كابتن إيهاب جلال كان حد مش محتاج أتكلم عليه، مصر كلها بتتكلم عليه، اللي ما يعرفوش حتى بيتكلم عليه كويس. انا عاصرته فتره الحقيقه في المخاصه بالظبط، هو وكابتن حمد، وحقيقي لما كنت بتكلم معاه عن الفرقه والحياه والدوري وما الى ذلك يعني، كنت دايما بلاقي فكره انه عايز ينجح، عايز ينجح وعايز ينجح الناس اللي معاه وعايز ينجح اللي حواليه، وبيفكر في الفرقه قوي قوي يعني، ضاغط على نفسه بيفكر فيهم جامد جدا. كان محبوب، محترم، مهذب، في كل الصفات الجميله، شخصيه من الشخصيات اللي اثرت الرياضه المصريه والرياضه العربيه، مدرب على مستوى مميز جدا فنيا وخلقيا، صاحب خلق رفيع، راجل كان يعني من المدربين المحترمين الكبار في الكره المصريه والكره الافريقيه.